برحب بحضراتكم مرة أخرى في الفقرة اللي بتقابل فيها مع حضراتكم، اللي بتكلم فيها وأسمع منكم وأكون قريب من المزارع. معايا الحاج حسين من البحيرة، اتفضل. حاج علي يا باشا. أهلا وسهلا يا حاج علي. ده أنا عامل عندك من جديد. عميل قديم، أهلا وسهلا بك يا حاج علي. كل عام وحضرتك طيب الأول. طيب. كل عام وحضرتك طيب. وانت بالصحة والسلامة يا حبيبي. اتفضل يا حاج علي. والله يا سامح بيه انا بجري على مصالح العالم كله. ماشي، انا راجل عندي 70 سنة. ربنا يديك الصحة. وخلصت رسالتي. كمل يا حاج علي. السيد وكيل وزارة الري، كل الترع مطلوقة على الخلي. كل الترع مليانة مية مطلوقة، ما في سدد ولا في طلق. والمية متهدرة على الخلي، وكلمته أكثر من 10 مرات. ايوه. اقول له طلع الكذا، يقول له طلع الكذا دي فين؟ طلع الكذا، يقول له طلع الكذا دي فين؟ طب انت ايه؟ قول لي كده يا حاج علي، ايه المشكله اللي عندك؟ المشكله ان الطلع مطلوقه، احنا من محموديه لحد دفيني. احنا طبعا انت عارف احنا النيل. الماء بتطلع بوشري. الماء بتطلع، ما فيش مكان بنطر من النيل في الطرق. يعني ايه؟ يعني المايه مناسبها عاليه؟ مناسبها عاليه والطرق نازلة على الخلي. طب وانت بتكلم مين؟ وكيل وزارة الري؟ وكلمت وكيل وزارة الري، وكلمت المدير العام. وكيل وزارة الري مش عارف الطرق فين، يقول له طرق كذا وطرق على الخلي، يقول انا طرق. ازاي يعني؟ المفروض ان هو كل الزمامات عنده. عنده على الخريط قدام. طيب. مش قاعد جينا جيت بقاله شهرين ثلاثة وما يعرفش حاجة عن الموضوع خالص. طب سيبنا اتكلم معاه. الطرق كلها مطلوقة على الخلي. من بر كفر الشيخ ومن بر البحيرة. يعني انا مستغرب، يعني ناس بتكلمني عشان المايه مش واصله، وحضرتك بتقول ان المايه زياده. ما انا بقول ساعات صعبان عليا اما انا رايح الخالدي وانا شايف كل المسؤولين في البلد. طيب سيبني اكلم معاه بكره يا حاج علي وهرجع اكلمك تاني. حاضر. بص سعادتك الكلام معاه مش هيجيب نتيجه. ما هو لازم هو ده. انا عايز الشكوى دي توصل لوزير الري على طول. حاضر، انا هكلم السيد وكيل وزاره الري ونائب الوزير ونوصلها للوزير نفسه. حاضر، عينيا. ما بيتأخروش عننا في وزارة الري. الحاج جمعة من البحيرة، اتفضل. مساء الخير يا سامح. مساء النور. حضرتك دلوقتي أنا متوجهت النهاردة للإصلاح الزراعي عندنا عشان قصر في الكيماوي. أنا من المحمودية، أنا من مركز المحمودية، تمام، قرية كوم النصر. تمام. فالنهاردة فوجئت إن الموظف طبعًا بيفرض علينا جيركن بتاع مغذى، مش هذكر اسمه طبعًا عشان الراعي يعلم له حاجة. تمام. فطبعا انا قلت له هل دلوقتي ده اجباري ولا؟ قال لي اجباري، مش هتاخد كيماوي لما تاخده. الجمعيه دي اسمها ايه؟ ومش انا لوحدي، ده كل الفلاحين اللي كانوا موجودين معايا. الجمعيه اسمها ايه؟ جمعيه كوم النصر، تمام، في منطقه الخزان. مركز المحموديه. مركز المحموديه. حاضر. بحيره طبعا. حاضر. تمام. خلاص. عناية الاثنين، الكيماوي موجود هناك، وانت طبعا انا بشكرك ان انت ما رضيتش تستجيب لي. هكلم بكره الصبح على طول المهندس محمد الزواوي وكيل وزاره الزراعه، وهو ما بيقبلش بالكلام ده خالص نهائي، ويتم بقى المساءله. يعني انا عايز تحقيق يحصل في الموضوع ده. الموظف اللي عمل كده لازم يتحقق معاه علشان ما يتكررش تاني، ويبقى في عقاب، لان القانون بيحافظ على حقوق المزارع، وما فيش اي توجيهات او اي تعليمات انه يربط صرف اي سلعه او بيع اي سلعه بصرف الاسمده. ده ما حدش سمح بيه اساسا. عناية الاثنين. حاج محمد من هنا، اتفضل. لو سمحت شكوى بخصوص الاسمده الزراعيه. بخصوص ايه؟ الاسمده الصيفيه لو سمحت. ما فيش عندنا هنا محصول قصب. محصول قصب ماله؟ ما فيش صرف الاسمده لغايه دلوقتي، مع انه ده احنا دافعين الفلوس. صرف الاسمده، المركز ايه يا حاج؟ انت في مركز ايه يا حاج محمد؟ حاج محمد معانا ولا فقدناه؟ طيب. استاذ فتحي من الشرقيه، اتفضل. وبرضه هتابع لك مشكلتك يا حاج محمد. السلام ورحمه الله وبركاته. معاك فتحي محمد مصطفى افندي من محافظه الشرقيه مركز سان الحجر. اهلا وسهلا. اتفضل يا حاج. واطي التلفزيون يا حاج فتحي. سامح، انتوا عندكم مشكله ولا المشكله عند الحاج فتحي؟ طيب. شوفوا الحاج فتحي لو ليه طلب برضه تابعوه وهنحله له. مجرد ما انت بتتصل بينا بس، اي مزارع او اي مشاهد كلمنا، اول حاجه اقولها رقم تليفونك.
لان احنا لسه فريق الاعداد بيتابع معاك، بيكلمك تاني، بيشوف مشكلتك ايه، بيتواصل مع المسؤول، بيرجع يكلمك تاني يشوف مشكلتك اتحلت ولا لا. مش مجرد انت بتوصل شكوى والموضوع انتهى على كده، لا، احنا بنتابع مع المسؤول نشوف اتحلت مشكلتك ولا لا. وبقول ايه، بنتابع مع المسؤول، مش احنا اللي بنحل. يعني لسه الحاج علي بيقول لي ايه، ما هو انت مهما تقول له مش هيعرف. لا، هو لازم المسؤول اللي يحل المشكله دي بتاعته، عنده هو، هو اللي مسؤول عن ده. الدوله بتدي له مرتب عشان كده، بيقبض مرتبه من الدوله عشان يحل مشكلتك، عشان يخدمك. استاذ سليمان من الشرقيه، اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ سامح، انا كنت كلمتك من يومين كده في عشان مشكله البنجر اللي عندي، البنجر اللي اتقلع، وانا تابعت مع المندوب. وبعت لك كاني النهارده الفيديوهات على الواتساب. ايوه. وصلت؟ وصلت لي، شفتها. المندوب قال ان مفيش تنسيق حصل معاه، وهيكلموك بدايه من ممكن بكره الصبح علشان يقولوا لكم عربيات النقل هتيجي امتى. والله العظيم احنا في ملطمه هنا. بس ايوه، انتوا ما نسقتوش مع المناديب، الناس كلها قلعت البنجر يا حاج، الناس كلها قلعت البنجر بطريقه عشوائيه، فدي طبعا لازم تعمل ربكه. المصنع ليه قدره استيعابيه في استقبال البنجر كل يوم عشان يصنعه. العربيات اللي بتتحمل بالبنجر او السيارات اللي بتشيل البنجر ليها عدد معين، فلما احنا كلنا نقلع البنجر محدش هتحصل هذه الربكه. في خلال يعني، بص يا حاج، انا بعت لي الفيديوهات وانا كلمتهم، في خلال 24 ساعه ان شاء الله هتكون اتحلت. هي تكدس بسبب الكميات الكبيره، وان شاء الله هتعدي بسرعه. بالله عليك اتابع الموضوع ده. انا متابعه، وانا بحكي لك اللي حصل اهو. يعني انت كنت غششتني الكلام ده. اسمعني خمسه. اسمعك. بتوع العربيات عاوزين دخان 3000 جنيه عشان يحملوا العربيه. لا ده بص، انتوا ولا هتقبلوا بالكلام ده، واللي لا بص، الكلام ده مش قانوني، واللي يطلب منك حاجه على طول بلغ في المصنع، بلغ المندوب، مفيش الكلام ده. هو بياخد مرتب، بياخد اجر على النقله دي. بشكر حضرتك. لا، هم شغالين على الدخان الايام دي، دخان غلط مع كورونا كمان. بشكرك حاج محمد. من اين رجع مره ثانيه معانا؟ لو سمحت، عندنا مشكله في القسم ده هنا، القسم الصيفي لغايه دلوقتي ما فيش صرف. بقول لك، انت اللي اتصلت بينا تاني ولا الاعداد؟ انت اللي اتصلت بينا تاني ولا الاعداد اللي كلمك؟ لا، الاعداد مشكور تواصل معايا تاني. بشكرك يا ايه، ده اللي انا بقوله. اول حاجه تعملوها لما تكلمونا، سيبوا رقم التليفون، عشان لو فقدنا الاتصال احنا اللي هنكلمكم. وبقولها اهو، اول ما تتصل قول لي انا اسمي فلان وادي رقم تليفوني. قول لي بقى مشكله الاسمده ايه؟ ما فيش صرف لغايه دلوقتي، مع ان احنا لمين ثمن لغايه دلوقتي 20 جرار في كل جمعيه. احنا هنا في مركز دشنه. ايوه. ال 20 جرار جو غير 7 جرارات بس منهم. تمام. والفلوس مدفوعه من شهر 3. ايوه. فالمشكله فين؟ اذا كان الفلوس متوفره ثمن الكيماوي، ليه ما يجيش مثلا كل يوم جرار او كل يومين جرار؟ والقصب ده لازم يتوفر له استماد من اول السنه عشان يجيب محصول. صح. وفي مشكله ثانيه، انه بنورد على 173 الشوال، والمفروض 163 او 162. يعني في فرق 10 جنيه. حاضر. والمشكله الثالثه في الزمامات، الزمام الحيازه بتكون فدان بتكتب على مرتين وثلاثه، المفروض الزراعه تنزل وتشوف المزارعين وتشوف كبيه الارض والحياده الفعليه بتاعتهم. أيوة. عشان تسجل، عشان ما يبقاش في عجز في الازمنه. صح. حاضر، انا هتابع لك الثلاث مشاكل اللي انت قلتهم دول، وهتلاقيني برد عليك. اولا بالنسبه للاسمده دي، برامج بتخرج من المصانع، بس احنا عايزين نستعجلها علشان مزارع القصب بيقول لك في بدايه السنه انا عايز، عشان ده اللي هيديني انتاج. عايزك انت لسه معايا؟ مع حضرتك. بتحضر اي ندوات ارشاديه بتتكلم على المعاملات الزراعيه في القصب ولا ما بتحضرش؟ بصراحه هنا الوضع مختلف خالص عن اللي بتحكوا فيه حضراتكم بالنسبه للزراعه وعلى الجمعيات عموما. الجمعيه ماليش دعوه بالجمعيه. لا ثواني بس، بص يا حاج ثواني، انا مش بتكلم على الجمعيه دلوقتي، انا بتكلم على مديريه الزراعه. في مديريه الزراعه نفسها ما لهاش اي نشاط هنا عندنا غير بس شويه الكيماوي بس، وممكن تقاول يا حاج. اسمعني طب بس، هقول لك على حاجه، اسمعني بس بالراحه. ايوه. انت بتقول لي الاداره الزراعيه ما لهاش اي نشاط غير الكيماوي، الكيماوي في الجمعيه مش في الاداره الزراعيه.
مديريه الزراعه بينبثق منها الادارات الزراعيه، في ندوات ارشاديه عن القصب وزراعه القصب بالشتل وتسويه الارض وتحديث الري، الكلام ده كله موجود. انا هقول مواعيده على الهوا ابتداء من الاسبوع اللي جاي عشان تحضره، تمام؟ لا في انت ما حضرتهاش بس في ما وصلتلكش المعلومه وانت معذور في كده، انا هوصلها لك. انا عايزك تحضر. هم وصلنا المعلومه انه في ندوات نعرف نحضرها عادي. حاضر عينيا الاثنين. حاضر حاضر ماشي. في برضه مشكله جايه لنا هي على صفحه برنامج مصر كل يوم، يا فندم انا كنت زارع 15 قراط بنجر والشركه مش عايزه تبعت عربيه وتستلم المحصول، المحصول هيعفن في الارض. ده نفس الكلام اللي مكتوب قدامي، الارض مشققه من اكتر من 12 يوم. انا احمد عبد الرازق عيد من محافظه المنيا من مركز بني مزار، هتواصل مع المصنع يا احمد وهرد عليك. في تعاقد ما بينك وما بين المصنع ولا لا؟ لان هو المصنع في البدايه بياخد من الناس اللي متعاقده معاه. مفيش حاجه اسمها مش عايز يستلم مني، المندوب لازم يجي، لو انت متعاقد معاه هكلمهم وهرد عليك. الاستاذ احمد من المنصوره اتفضل. ايوه بس عندنا درعنا الدور دلوقتي بقى لنا شهر وما صرفناش كيماوي. هو ايه موضوع الكيماوي؟ ولا من يجي الحاصر وكلام من ده. انت فين في المنصوره؟ انت مركز ايه؟ مركز المنصوره. مركز المنصوره نفسه. طب ما مركز الناسيميه، مركز المنصوره، الناسيميه مركز المنصوره. مركز المنصوره فيه اسمده، ليه ما صرفتش؟ الكيماوي موجود، الجنايات مليانه على اخرها. ايوه ليه بقى ما صرفتش؟ بقول لك ما عندناش تعليمات صرف لما يجي لنا تعليمات من فوق. ايه التعليمات اللي من فوق؟ انا هكلم وكيل وزاره الزراعه دلوقتي في الدقهليه ونساله. يعني ايه؟ سعاده الباشا يكلموا على زراعين الذره ويجي يعينوا لنا، ياخدوا الحفر بتاعهم الذره ويجي يجيبوا يصرفوا لك. بص يا حاج، حاج احمدي. نعم. بكره نعم. مصر كل يوم اجازه، لكن البرنامج او المتابعه مش اجازه. هنكلم السيد وكيل وزاره الزراعه وهبلغه بالمشكله دي عشان ارد عليك، عشان ما تقعدوش مستنيننا للاسبوع الجاي. حاضر؟ ماشي يا باشا. عينيا الاثنين. استاذ محمد من اسوان اتفضل. ازيك يا استاذ صالح؟ يا اهلا وسهلا يا حاج محمد. ابو مسلم اللي بيكلمك، انا شفتك. نعم؟ ابو مسلم اللي بيكلمك. انت ابو مسلم؟ ايوه محمد ابو مسلم. انا بفرح لما بسمع صوتك. الله يخليك، الله يحفظك. سيادتك انا لي طلبين بس. وردنا قصبنا المصنع. ايوه. مصنع السكر. تمام. لغايه دلوقتي ما اديناش التوريد الفلوس، روح البنك يقول لك المصنع ما بعتش. نروح المصنع يقول لك لا احنا بعتنا، جبنا كشف حساب من المصنع ردناه البنك قال لي يا عمي ما بعتوش الفلوس. ادينا ادينك يمكن من بعد العيد لغايه دلوقتي ما قبضناش جنيه. يعني حوالي 15 حوالي 15 يوم يعني. بتاع 15 يوم يبارك لك. طيب ايه تاني بقى المشكله الثانيه؟ دي المشكله دي مضمونه. بص سيادتك عندنا في الجمعيات ما حدش بيكافح الزراعه، وعملنا شكوى مره واثنين مكافحه الفيران. مكافحه الفيران. حاضر. دعك الزرع عندنا، دعك القصب. حاضر عينيا الاثنين. بارك الله فيك. في حد بيطهر المصارف يا حاج محمد؟ حاج محمد ابو مسلم. صح. حد بيطهر المصارف؟ لا المصارف بيطهروها وكل حاجه يعني، الري بصراحه كويس. حاضر عينيا الاثنين. انا هكلم لك الاداره العامه لمكافحه القوارض، الإدارة المركزية لمكافحة القوارض، يتابعوا ويشوفوا المكان بتاع الحاج محمد ويتوجهوا له. حاج إبراهيم. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أستاذ سامح. ازيك؟ أنا اللي برحب بيك وبشكرك على تواصلك معايا. الله يسلمك يا باشا، أنت كل سنة وأنت طيب. وحضرتك بالصحة والسلامة يا حاج إبراهيم. يعود عليك الأيام بخير يا رب. يا آمين يا رب. كلمت حضرتك قبل رمضان بالنسبة للمشروع اللي بتله من البنك الزراعي. أيوه. اخذت القرض قبل كده مره واثنين، المره دي ادولي مشتريات بس 100,000 جنيه. ايوه. على اساس انها مشتريات. طب الكلام الاول بيدوني 50,000 تغذيه، دلوقتي قال لك لا ممنوعه. لا مش ممنوع، هو انت طيب هقول لك ايه الوضع الجديد. انت بتاخد ال 100,000 تشتري، وبعد كده بيعمل لك معاينه يصرف لك التغذيه. أيوه. تمام. فانت اللي حصل معايا كل مره كده. لكن المره دي قال لك لا، الفلوس اللي جايه التخصيص جايه المشتريات فقط، لكن تغذيه لا. عملت المعاينه وعملت التامين وجميع الاجراءات خلصت، وعاين البنك وعاينه الزراعه وعاينه الطب البيطري، وعملت وثيقه التامين واخذت البطايق، ولحد النهارده كل يوم تابعوا قال لك ديات ما تحولش فيها، ما فيهاش فايده، ما فيش حاجه اسمها تغذيه. يعني انت خدت 100,000 جنيه؟ خدت 100,000 جنيه في ايدك. ايوه. ولسه عايز 50 بتوع التغذيه. التغذيه قالوا لي تشتري بيهم 10 رؤوس مشتريات.
طب والتغذية؟ قال لك لا ما فيش تغذية. أنا كلمت حضرتك قبل رمضان. طيب لو في لو أنا تأخرت عليك يبقى سامحني. بعتذر لحضرتك. بعتذر لك. وهكلم الدكتور طارق سليمان النهاردة مش بكرة، وهعرض عليه الموضوع ده وهاخد منه رد أقوله لك بكرة. حاضر عينيا. تسلم لي يا باشا، ربنا ما يحرمش منك في الصلاة. ربنا يديك الصحة. عايز أتكلم معاك شوية. أنا ببقى فخور جدا لما بكلم حضرتك. ده أنا اللي بتشرف بحضرتك وبأي مزايا. الله يسلمك يا باشا. عايز أتكلم معاك شوية، ينفع أتكلم معاك؟ تأمرني يا باشا. الأمر لله. إيه رأيك في مشروع قرض البتلو؟ أنت ثالث مرة تستفيد منه. ممتاز، انا بجيبه باستمرار ممتاز. لو عندي امكانيات البنك يديني تاني ويجدد له كل سنه، انا مستعد عليه. ربنا ان شاء الله يبارك لك. وانا عايز ليه بعد انا كده راجل، معلش، بكلف كويس، باكل كويس، ارض الزراعيه بتاعتي كويس، لكن نقصاني اللي هي السيوله، الفلوس. مش انت زرع اعلاف؟ بتجيب اعلاف التقاوي بتاعت الاعلاف منين؟ بجيبها من مكان معتمد اللي هي الفيد ميكس. وتاني حاجة انا متابع مع دكتور عندينا بيعمل لي خلطة بخلطها في البيت اللي هي الفيتامينات والاملاح، زائد بعض الحبوب بوديها المطحن انا، اللي هي الذرة الشام الصفراء، البيضة، الفول الصويا، الفول البلدي، الذرة الرفيعة مع الردة، وبنعملها خلطة في البيت. بمتابع الدكتور يعني. طب وانا برضو يعني الاعداد هيدي لك رقم الدكتور مصطفى عبد الجواد برضو. تمام. عايزك تكلمه، هيقول لك على اصناف من البرسيم هتجيب عندك اضعاف الانتاجيه اللي موجوده. تمام. تسلم لي، ما احرمناش منك يا باشتنا. بشكرك. يعني انا سعيد جدا لما المزارع يقول لي ان انا باخد قرض البتلو لثالث مره، عشان في بعض المداخلات يجي يقول لك انا مش عارف اخد قرض البتلو. لا، ده في ناس بتستفيد بيه، ويقول لك انا خدت 100,000 في ايدي ولسه عاوز 50 تغذيه. والفايده كام يا جماعه؟ الفايده 5%. ده قرض البتلو. معايا مين يا استاذ حسن؟ استاذ توفيق من المنصوره، اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ؟ الحمد لله يا استاذ توفيق. حضرتك عندنا مشكله، انا من المنصوره، من برق العين. اهلا وسهلا. عندنا مانيال اسمه ترع، اسمها مانيال ابو الحمص. تمام. المانيال دي الاهالي جم عملوا كل اللي يبني على المانيال دي، يحطوا مواسير 40 سنتي واكتر من 50 فدان، ما تجيلوش ميه الا بالعذاب. ايوه. وكل مره في تلاقي لو مشيت في اخر المواسير كده تلاقي اكتر من مقطوره ومغزى زباله موجود. ايوه. ونيجي نكلم الاهالي ما فيش فايده ولا اي مشكله، وعملنا مشاكل وعملنا ما تعملش مشاكل. قول لي كده ايه المطلوب عشان الموضوع ده يتحل؟ المطلوب ان احنا عاوزين نشيل المواسير دي ونعمل راي يجي يبص علينا. بكره ان شاء الله. حاضر. لان مش عارفين نلو ولا عارفين، عشان نيجي نعلق لازم نعلق جوز مكان مكنه فوق في نمره ثانيه ومكنه عشان نلو. مواسير مخالفه مش مسموح بيها دي. ما هي المواسير كل واحد جيبني اللي باني، مش يعني باني على 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 اخر المانيال. هو التطوير او تبطين الترع اشتغل عندكم ولا لسه؟ لا لسه. تمام، بشكر حضرتك، هتابعها لك مع الراي. اهو من ضمن المميزات تبطين الترع ان احنا نتخلص بقى من هذه المظاهر والعشوائيات. مش هيسمح بها، مش هينفع. فاحنا لازم نبقى عارفين ان تبطين الترع هيقضي على مشاكل كبيره جدا، او ممكن يكون هو ده الحل النهائي. خلاص يبقى في استقرار. استاذ صلاح من الشرقيه. ايوه. يا استاذ صلاح. لا الصوت بيقطع، اتحرك بالتليفون. ماشي يا باشا، انا في الشارع يا باشا. اتفضل. الميه يا باشا، انا صلاح فتاح عطيه من الشريه من صان الحجر. عايزين الميه، مش عندنا ميه للرز يا باشا. في صان الحجر؟ من صان الحجر، قريه المسلميه الاصلاح. قريه المسلميه الاصلاح، مركز صان الحجر، محافظه الشرقيه. تمام. مش عندنا ميه، البهايم عندنا ماتوا من قله من قله الميه. البهايم ولا الميه؟ لا نزرع رز ولا نزرع قطن واراضينا باير. البهايم ولا ولا الرز؟ لا الرز والبهايم الاثنين يا استاذ. انتوا الرز عندكم دوره زراعيه ولا لا؟ احنا عندنا اراضي زراعيه. حاضر، عينيا الاثنين، بشكرك. استاذ عبد السلام من الشرقيه، اتفضل. السلام عليكم. انا على فكره سلام ورحمه الله، باخد المكالمات بسرعه عشان ادي فرصه للساده المشاهدين ان هم يقولوا اكبر قدر من استفساراتهم. اتفضل يا استاذ عبد السلام. استاذ عبد السلام من الشرقية، انا من صنع الحجر. اهلا وسهلا، تاني مكالمة من صنع الحجر بعد بعض على طول، اتفضل. يا استاذ سامح معلش، احنا عندنا في الجمعيات الزراعية. مالها؟
احنا دلوقتي صرف الاسمده دلوقتي انا مش ليا كارت ذكي. ايوه. طيب انا مش ليا كارت ذكي، بيتعمل لي معاينه عشان اصرف الاسمده. انت مالكش كارت ذكي ليه؟ ما لسه في تحويل حيازات، نقل حيازه من حيازه، فمش في كارت ذكي. ثواني، من حيازه لحيازه ورقك كامل؟ اه ورق كامل، بس في لسه ما جاش كارت ذكي لكتير. مفيش مشكله، يبقى انت تصرف على المعاينه ما دام انت ورقك سليم. انا راجل قدمت كل ورقي. بقول لك مفيش دفاتر في المعاينه ما جاتش من لا دفاتر ايه؟ لا نجيب الدفاتر ونكلم السيد وكيل وزاره الزراعه. يا جماعه الراجل ده ورقه قانوني وقدم لي كل الاوراق وانا اللي معطله، انا ما اديتوش الحيازه. دفتر معاينه، طب انا هعمل ايه؟ قول لي كده المكان بالظبط. انا جمعيه الناصريه. ايوه ايوه اكمل. مركز ايه؟ مركز صان الحجر. طب حاضر، عينيا الاثنين. معانا وقت لسه يا استاذ حسن؟ استاذ عبد المحسن من الشرقيه اتفضل. ازيك يا باشا؟ يا اهلا وسهلا. والنبي حضرتك احنا عايزين بهايم مواشي من البهايم الايطالي ديت، يعني حضرتك اتكلمتوا عليها في التلفزيون قبل كده وقلتوا عليها اللي عاوز يروح مديريه الزراعه اللي هو تبعها. رحت حضرتك بيقولوا احنا يعني روح اكتب طلب وبظروفها بقى ايه تخد وقت على ما تجي لك ومش عارف ايه. انا مش عايز نزود. بص يا حاج عبد المحسن، انت عايز المواشي دي وانا هساعدك ان انت تجيب مواشي مستورده، تمام؟ بس بقى مش عايزين نزود في الكلام علشان يحصل اهتمام. احنا هنهتم. لازم الطلب يتكتب. اسمعني بس يا حاج عبد المحسن، انت هتروح اداره الانتاج الحيواني، تمام؟ في ناحيه انت تبع لايه؟ تبع زازيل. تروح على طول في اداره الانتاج الحيواني تقدم طلب. الطلب ده بيتعمل فيه ايه؟ الطلب ده بياخد المسؤول هناك لازم لازم يبعته لقطاع تنميه الثروه الحيوانيه في الوزاره، يوجهوك بقى يقولوا لك دي موجوده في المحجر ده او موجوده هنا، ويبتدوا ياخدوا معاهم اجراءات. لازم تكتب الطلب، ما هي مش هتيجي لغايه عندك من غير ما انت تكتب الطلب. طب انا هقول لحضرتك حاجه بعد اذنك. ايوه طبعا من حقك. حضرتك انا رحت بيقول لي اكتب الطلب واستنى لما يجمع وهيبعتوا يجيبوا يستوردوا من بره وبعد كده يبقوا يتصلوا عليه. مين اللي بيقول لك الكلام ده؟ والله العظيم هم هناك في المديريه. انت ليه بقى بكتب يا ثواني؟ حتى لو كل الكلام ده صح انا موافق. ما انا موافق ماشي. انت ما كتبتش الطلب ليه؟ ما كتبتش الطلب لما قال لي كده قلت بقى يعني هو لما يقول لك احنا اسمعني بس هقعد 5 6 اشهر كل فلوس اتصرفت. طب انت كنت عنده امتى؟ انا كنت عنده من يومين. طيب حضرتك لو تقدر تروح بكره لو سمحت اكتب الطلب. ويا ايه هننزل دلوقتي رقم على الشاشه، رقم الواتساب بتاع برنامج مصر كل يوم لو سمحت ننزله على الشاشه. ابعت لي صوره الطلب او البيانات بتاعته وانا هتابعها مع الدكتور طارق سليمان. شفت حضرتك بعد اذنك ما فيش مزارع تبع الوزاره نجيب منها مباشر؟ لا، في المحاجر اللي بتستورد هذه المواشي الوزاره هتقول لك روح المحجر ده اللي قريب ليك. الكلام اللي وصل لك ما هوش دقيق. الكلام الدقيق اسمعني بقى عشان تاخد لكن يا حاج يا حاج عبد المحسن. نعم. ممكن تديني دقيقه واحده اتكلم انا؟ نعم يا باشا اتفضل. هتروح تقدم على الطلب، تمام؟ الحيوانات المستورده ده موجوده في مصر، هي موجوده في المحاجر. اما بتوافق لك على طلبك بيوجهك للمحجر عشان تاخد منه. مش بنجيب على الـ يعني لما نجمع ونبعت زي ما قال لك، او انا ما اعرفش مين اللي قال الكلام ده. المحاجر موجوده وانت لازم تكتب الطلب، قدم الطلب وبعت لي بياناته عشان نتابعها مع الدكتور طارق سليمان، تمام؟ سيبك بقى من قالوا لي مش هتخلينا نشتغل. بشكر حضرتك. اصل هم قالوا لي، اصل الناس. طب وبعدين؟ ما هو حتى الراجل ما كتبش الطلب. يقول لي اصل كمان 5 6 شهور. ليه؟ يا جماعة ما تخليوش حد يعطلنا. هو انت سمعت كلام، طب اكتب الطلب عشان احنا نبتدي نشوف هنعمل فيه ايه. معانا حد يا حسن؟ استاذ جابر من الجيزة اتفضل. الو يا استاذ جابر اتفضل. ايوه ماشي اتفضل. ايوه يا باشا. لا حضرتك المصرف بتاع الو اتفرج من التلفزيون وايه هتكلمك تعرف مشكلتك. بشكرك. لو سمحت احنا دلوقتي عندنا ميزة جديدة، ادارة القناة وفرت لكم ميزة جميلة جدا، رقم واتس اب تبعت عليه فيديو صغير او قصير، تبعت عليه الصور، تكتب مشكلتك. ما قدرتش تتواصل معنا لان الفترة الزمنية في ناس بتقولك لا احنا مش مكفيانا. طب ماشي، انت عندك بقى على مدار اليوم بتليفونك، تليفون ابنك، تليفون جارك، واحد صاحبك، ابعت لنا المشكلة على رقم الواتس اب الخاص ببرنامج مصر كل يوم، هنتابعها مع حضراتكم، هنتواصل مع المسؤولين، هتلاقوا رد فوري.
بشكر حضراتكم، تصبحوا على خير.